المدة الأول كان كله عبارة عن مجموعة مفاهيم خاصة بانسجام رسائلي مع المدرس. ذكرنا أول حاجة بالمحاضرة الأولى كنا نتكلم كله بشكل إيش؟ المحاضرة الأولى كنا نتكلم كله بشكل بيزنس. حتى لما ذكرنا المصطلحات هذه كلها كانت إيش؟ كانت بيزنس. طبعاً هنا ركزنا على حكاية اللي هي الانتربرايز جافرنس، على اعتبار طبعاً الانتربرايز جافرنس تم ندرسوها بعد المادة الكاملة لمادة مدرسة اللي هي بمارية مؤسسة. هذه اللي بنزور كل مدرسة وش مطبعة بنزور كل ما تم الصحيح للحالة اللي هو ما يتعلق بحوكمات المؤسسة. بالنسبة للحوكمة العمل وحوكمة الاي تي هي اصلا تنسجم مع هذه المادة. يعني كيف اننا عمل ايش؟ كيف اننا عمل انسجام على لينك بين الاي تي والبزنس. عرفنا كيف اننا يمكن يكون في الانسجام وكيف انه واحد مثلا لما يجي يشتري اشياء او معنى اخر انه لما يجي يجهز دوكمنت، الدوكمنت هذا بيصل بالضبط بطريقه صحيحه ما هي الاي تي اللي المفترض ان انا اوفرها للشركه اللي بتربي ليش البزنس. واذا كان في اي خطا اكيد 100% مع الوقت ايش بنتلافى، لانه بالاخير احنا كل عمل بنقوم فيه بنرجع ايش بنرجع عباره عن جود براكتس ممارسه جيده. واعتمادنا ثاني مره على انفسنا فقط هذا ما يعتبرش ايش؟ ما يعتبرش جود براكتس. دائما نستعين بايش؟ بفريم ورك، لانه دائما الواحد يقول ايش؟ استاذ مجرب كنا صفر. فانت لما تشوف ناس اخرين اشتغلوا وجربوا وشافوا انه مثلا مره عملوا بالفريم وركس هذه وعملوا بالستاندرز هذه واشتغلوا وحققوا نجاحات. وحتى لما اشوف انا اصلا الشركات اللي استعملت الفريم ورك وطور العمل هذه وحققت نجاحات، اعرف اقدر ان انا لو استخدمت نفس الاسلوب اكيد ان انا ايش؟ ان انا بحقق نفس النجاح. طالما انه عندي الاراده، طالما انه عندي ايش؟ عندي الامكانيات، عندي ذا. وحتى لو ما مش معي الامكانيات او الموارد البشريه داخل الشركه يمكن استعين قبلها من ايش؟ لانه من ضمن الاشياء اللي يقدمها لك الاي تي جافرنس انك تستعين من ايش؟ من او سورسز. بالاخير بالكفاءات الخارجيه. في البدايه يمكن تستعين بالكفاءات الخارجيه، بعدين لما تبدا تشتغل وتبدا الكفاءات الداخليه عندك تثبت جدارتك وتبدا تبدا بالاخير، او ممكن ثاني مره انك تؤهل اللي داخل. وحتى انا كل لو اهلتهم ممكن ما يحققوش على طول الانجاز بعد التاهيل، لانه التاهيل يشيل عمل وخبره ايضا. فانا استعين بخبرات عشان اللي جنبي اللي قد اهلتهم يستفيدوا ايضا من خبرات الاشخاص الاخرين في هذا المجال. عرفنا ايضا الفروقات ما بين الثلاث الاشياء هذه، وشفنا ثاني مره كيف الانسياب ما بين الانتربرايز جافرنس وش الخطوات الخاصه بالانتربرايز جافرنس والايش والاي تي والاي جافرنس. وقلنا ان الاي تي جافرنس معتمد على مجموعه كبيره من الفريم ورك. احنا تقريبا غطينا مضمونهم، غطينا مضمونهم، اخذنا الايزو، اخذنا الكوبيت، اخذنا السي ام ام، الاي تي اي ال. في اشياء ممكن تكون قريبه من التقنيه، وفي اشياء تتعلق بالعمل، حتى ما يتعلق يعني لو قلنا مثلا الفريم ورك يتعلق بالتطوير الموارد البشريه، هل يعتبر من بعيد عننا؟ مش بعيد عننا، لانه جزء اصلا الاي تي جافرنس هو جزء اصلا الجزء الرئيسي منه ايضا هو ان انا اهل ليش؟ الموارد البشريه انها تستطيع انها تعمل في تقنيه المعلومات اللي بوفرها، تستطيع ثاني مره تحدد وتعطي مبادرات بالنسبه للاحتياجات الخاصه بالاي تي جافرنس. اتكلمنا ايضا على الاي تي جافرنس له دور كبير جدا من قبل من؟ من قبل البورد نفسه اللي هو الاداره. وعرفنا ايضا حسب طبعا ما جينا ما جبناش تعريفات من عندنا، لكن استعانينا بتعاريف نقدر نقول عليها فورمال من معاهد او حتى من كتب بس من كتب متخصصه. على اساس انه يكون التعريف شامل وهذا. قلنا انه غالبا الاي تي جافرنس ممكن يتلخص بثلاث اشياء اللي هي الليدر شيب بورد والاشياء دي، مره المسؤوليات والادوار والمهام الخاصه بالاورجنايزيشن ستراكشر ولا ايش البروسس نفسها. كذا بعض المشكلات اللي ممكن المشكلات اللي كانت عماله تقرحها بنفس المشكلات كلها موجوده، ممكن تكون بعضها بفصله. يعني بعضها تشوف نفسك مثلا تقدر تقراها وما لا تحاول تشوف تفصيلها في الكتاب اللي تكون في وقت شويه. الكتاب اخيرا ما في نسخه عربي له، لكن الكتاب على احد اللغات ولا بس يعني. احنا بعض الاحيان نلاحظ ان بعض الجمال بعض الكلمات ممكن تكون عندهم بالنسبه لكم قد تكون صعبه، مش هي صعبه بس لانها جديده بالنسبه بس فقط لغه، يعني لما تستخدمها دائما وتلاقيها دائما بال وما يتعلق على فكره بالبعض يقول نحن طبعا تقنيه معلومات شبكات ايش علاقتنا احنا بالاداره؟ الاداره مهم جدا على فكره. الاداره كل واحد مننا ممكن يشتغل بجانب اداري.
المعلومات الإدارية إذا ثبتت معك معناته أنك تؤهلك أنك إيش؟ أنت كطب، حتى أنت كأكاديمي. كأكاديمي ممكن تمسك جانب إداري بجانب الأكاديمية اللي تشتغل فيها. بالتالي ضروري مع المعلومات اللي درستها في مجموعة كبيرة من المفاهيم بتأهلك هذا. وحاجة ثانية، شيء تعرفه ولا تعرفه، كيف يعني شيء تعرفه ولا تعرفه؟ أنت لما تعرف أنه أنا درست في مادة مثلا مفاهيم إدارية أقدر أعرف أنه بعض الأحيان في كتب ممكن تتكلم عن الموضوع هذا وتفصل إيش هذا بشكل أكثر وسعيد بمبادئ. على أساس تأهلنا بشكل أكبر للجانب إيش؟ للجانب الإداري. تعلمنا كثير مجموعة كبيرة من المفاهيم الإدارية اللي بتكون مهمة بالنسبة لكم. تكلمنا أيضا على السي او اي، قلنا مهم جدا. وانت كطالب تقنية معلومات دروسكم ده الموضوع، مش معقول انه طالب تقنية معلومات او طالب مثلا شركه طالب هذا بيكون ايش داري بايش بالخدمه هذه وكيف يستغلها وكيف حتى يستخدمها وكيف نستخدمها نحن بالرغم من انه يعني قد يكون ما عندناش الفراغ ان احنا نستخدمها، لكن مع ذلك نحاول. امازون على فكره توفر لك مليان وقود سيرفيس وكلها من اجل انك انت في التطبيق حقك. يعني لو جاي من الايام وانت جالس تبني تطبيق ويب وتطبيق عادي يعني تطبيق الاندرويد او اي حاجه وانت تبني تطبيق اكتشف واحد قال لك في معي اربع ادوات الداله هذه مثلا ممكن تعمل في زر بحيث انه يوصلك لمعلومات معينه او مثلا يسمح لك انك تظهر لك حتى لو لك اعلان. هذه تعتبر التعليمات اللي قابلك هي او الفانكشن هي اصلا مبنيه على انترفيس هي مسمى عند الشخص الاخر ايش؟ ويب سيرفيس. لانه مقابلك شيء على هيئات معلومه، مقابلك على فانكشنز. طالما مقابلك على مستفيد منها في التطبيق حقي ولا وممكن حتى احنا بعدين نسخرها ايضا ونستفيد منها في الايش؟ في الاي تي قبل نفسه، لانه انت لما تيجي تبني تطبيق هل بيكون التطبيق بمنأى عن الخدمات اللي يقدموها الاخرين؟ اكيد بيكون مرتبطه بخدمات الان برا البرمجه الان ما هيش البرمجه مفرده. ما عادش البرمجه انك تعمل برنامج بجهاز وخلاص. والبرمجه النوع هذا من البرمجه ما عادش عاد مجديات. انك تكتب برنامج بجهاز وبالاخير خلاص البرنامج هذا يعمل كذا حتى لو كان بامكانياته ما كانت بامكانياته. انك وصلت لمرحله هذه من مراحل البرمجه مش كافيه. ضروري ندخل في حكايه البرمجه اللي هي الموزعه. اللي هي معظم التطبيقات الخاصه بالاي تي لام اللي تخدم الاي تي كلها ايش؟ كلها برامج موزعه. التطبيقات الموجوده بالتليفون كل الازرار اللي موجوده بعضها اوف لاين بعضها ايش؟ والله اونلاين. الاوفلاين مبرمج داخليا حق البرنامج، لكن الاوفلاين هذه كلها ايش؟ الاونلاين كلها ايش؟ مرتبطه بويب سيرفيس، مرتبطه بموقع، مرتبطه انت ما انتش بعيد او بمعنى اخر لما تيجي تكتب برنامج ضروري انا كطالب تقنيه معلومات او حتى كاكاديمي او كذا كذا ضروري ايش؟ ضروري يكون عندي فكره ان انا كيف استفيد من السيرفيسز اللي يقدموها لي الاخرين على سبيل المثال من التطبيقات وتبقى داخل حق الاعمال واستفيد من الخدمات اللي يقدموها الاخرين، يعني في معي خدمات يقدموها الاخرين لي بشكل ويب سايت لخدمات من حيث انتهى الناس ها؟ نبدا من اقل شيء نبدا من حيث انتهى زي ما عملوا اصحاب شرق اسيا، اصحاب شرق اسيا بدوا من حيث انتهوا الناس اشتغلوا يعني ما التجربه تبدا واحد يبدا من حيث انتهى الناس هذه مش مجدية على الكلام. في بعض المواضيع على فكره بتلاقوا انه قد يكون يعني الكلام في الشرائح هذا قد يكون مكرر، هو من اجل انه ايش؟ يقول نحن نقصر الفكره ونقصر ايش؟ نوصل المفهوم. في بتلاقوا ايضا اللي هي بالنسبه لهذه الشريحه مثلا لما تقرا الشريحه هذه الشريحه كلها تتعلق بالمهام الخاصه بالسي اي او ليش؟ اللي هي سبيت الشركه بمثل ده ايش انا بدي ادور على قومي بيت احاول انك تقراها بحيث انه ايش؟ يعني حتى المصطلحات حقها المصطلحات حقها مش بالصعوبه هذه بس اقراها بحيث انه الجانب هذا يحقق ايش؟ يحقق الجانب اللي داخل ايش؟ داخل المربعات نفس الحكايه بالنسبه للطرف الاخر. حاول تذكر لما تقرا لا تقراش من اجل انك يعني دائما على فكره بالكتب الاكاديميه لا تقراش وبلغة أخرى وتترجم حرفيا ما بصلش إلى معنى عمرك ما بصل إلى معنى كامل وشامل للجملة ما بصلش فتبقى ملخبط متجري بالضبط اقرأ الجملة كاملة
كامل وحاول تخرج من مفهوم الأمور. كذا بيش كذا بتصل المعاصي. أما بتجلس كذا تعصر كذا ما بتقدر شيء. لكن إقرار الجملة وأنت تستشعر الجملة إن لها معنى معين. الجملة كامل يعني إفهام الجملة أكثر من إفهام ليش الكلمات. لأنه في ناس الكلمات ممكن يوصلك للجملة كلها. لكن إقرار الجملة كامل. بالفرنسا كامل إقرار. كذا بتستشعر المعنى كامل بالنسبة للجملة وبالتالي بيعطيك معنى إيش؟ معنى كامل. بالإضافة إلى أنت تراجع أمر الدروس اللي درسناها وأنت مرة تقرأ راجع الكلام اللي كنا نتكلم فيه واستشعر معنى الجملة وممكن تستفيد منها يعني تصل إلى الجملة. هذه الأشياء اللي ممكن نركز عليها بال الآيت governance. أيضا بالنسبة لمسؤولية الأدوار هذه يوم من الأيام تركتها لكم تقرأوها مش عارف رضوان ومرضوان. How many one؟ كم اللي يقرأوا؟ حدا؟ هو على فكرة هي الشريحة إيشية؟ الشريحة اللي عبارة عن هلكلية خاصة بليش؟ من مجلس الإدارة حتى الأشخاص اللي هم اليوزر إيش؟ سب تيمز اليمين لما قلت الإدارة لما تحت كل واحد شو بالضبط مش الأدوار اللي يقوم فيها بس. أيضا تكلمنا على اللي هي بالانس سكور كارد اللي هي بطاقة اللي هي الأداء المتوازن وذكرنا حق البارامترز ركزوا على البارامترز هنا تمام ذكرتها المرة الأولى ذكرتها المرة معانا أكثر من حالة هنا ما يتعلق بالإيرادات يتعلق بالأرباح النمو ما يتعلق بالاستراتيجية اللي هي ليش موضوعات بالنسبة للتنافس أيضا بما يتعلق برضا العميل فيما يتعلق بالالتزام التريننج اللي هو ما يتعلق برضا الموظف أيضا بالنسبة للبروجكت البروجرام مانجمنت أيضا بالنسبة للسيرفيس بروسيس اللي هي كيف بدنا نعمل ايش السيرفيس ديليفري ريليبيليتي تسليم الخدمة وثوقية بالنسبة للخدمة هذه كلها تتفضل من ايش ركزوا عليها على اعتبار انها اشياء مهمة. هذه الشريحة طبعا كانت موجودة حتى في الملف الأخير أنا مسحتها لأنك ذكرتها هنا ما مش جايك نذكرها مرة ثانية لأنك تكلمت عليها. هذه اللي توضح لك كيف أنك إيش الأشياء الأساسية اللي ممكن أنت تنجزين بحيث أنك تحقق رضا نفسك ورضا حقك العميل ورضا مين ذا مرة ورضا مين المساهم. هذه الأشياء الأخيرة مثل لو جينا نقول تو ميك governance real to make risk management real كل الأشياء دي ممكن تأخذ نفس المباني يعني لو قلت لك what is the requirements to make IT governance real هي نفسها الإجابة تكون what the requirements to make risk management real أو performance management real لأنه كلها يدخل ضمن IT governance كي تبرعات من IT governance أو معنى آخر جزء من IT governance. الملف الثاني ايضا كان اكثر يتكلم على ايش الملف الاخر كان المواضيع الاكثر تتكلم على الفريم ورك وحاولنا بقدر الامكان انه الموضوع هذا ما يخرجش من ايدينا يعني يقول انه مهم جدا علينا لان انت لما تجي تدخل الاي تي جافرنس موقع الاي تي جافرنس الموقع البريطاني خاص بالاي تي جافرنس بتلاقى انه كله يتكلم اعظم يتكلم على ايش كيف انه الاخرين يستخدموا الفريم وركس ل الموقع تقريبا موجود بالجزر على اي مدى على فكره ما جاي يشكر تحسر على حاجه بشوف لك ابو سلمى برسله بالبريد اسم الموقع اللي تدخل فيه اللي يجيب لك الكتب يجيب لك ايش كل الفريم وركس اللي ممكن تستخدمه الموقع. IT governance framework مهم جدا لأي مؤسسة إنها تستخدم framework لأي ممكن أنت وانت تقرأ المواضيع تعمل إيش تعمل جدوى تقسم الframeworks كامل وتحدد الframeworks كل واحد إيش أهميته بالضبط إيش اللي يعمله بالضبط ليش وجد على أساس نحقق بعد المقارنة وحقق ثاني مرة عندي وياه متى تستخدم هذا ومتى تستخدمه ما تستخدم الكارافود ما تستخدم السي ام ام تستخدم الكوزر تستخدم الكوبل تستخدم الايزو متى احتاج ثلاثه او اربعه فريم ورك في نفس اللحظه
في نفس الوقت كمؤسسه نحتاج اننا نطبق 3 أو 4 فريم ورك. ليش؟ لان الفريم ورك هذا من اجل الموارد البشريه، الفريم ورك الثاني من اجل الريسك مانجمنت، الفريم ورك الثالث من اجل ايش؟ من اجل اقتناء اي تي الفريم اللي بعد هذا. كل واحد منهم بيحكي شيء معين، كيف اعرف بالضبط؟ من خلال ايش؟ اننا عملهم تصريح، اصنفهم عملهم كذا جدول وبدي اصنفهم، متى ظهروا بالضبط؟ ايش الاصدارات اللي ظهرت منهم؟ ايش الناس يعني ممكن تعملهم جدول يتناسب حتى مع اللي شرحت لهم وانتم وقت ايش؟ وقت المحاضره، وقت قصدي وقت وقت حقكم العرض. تستفيد كل واحد منهم يستفيد من الحاجه اللي اعطاها هو واللي اعطاها ايش؟ الطول هذا. وتعمل جدول ايش هو بالضبط الفريم ورك؟ ايش عمله؟ هل هو مثلا فريم ورك كل ثلاث مرات موديل ولا من الاشياء؟ هل هو ثلاث مرة ستاندرد؟ هل متى ظهر بالضبط؟ ايش ايش الاصدارات حقه بالضبط؟ هل يعطي شهادات ولا ما يعطيش؟ لمن يعطي شهادات؟ الافراد ولا للمجموعات او هل مثلا يعطي شهادات الان للافراد ويفكر انه يعطي شهادات؟ يعني ما يعطيش بس يفكر، واحد منهم على فكره كذا، واحد منهم يعطي شهادات للافراد بس يفكر انه يعطي شهادات يظل للمؤسسات والاشياء دي. ايضا الحق الاستراكشر نفسه شو بالضبط؟ يعني مثلا زي كوزو ما اعرف حق الاستراكشر ايش اهميته؟ ليش هو قلت؟ هل مطبق بشكل كثير ولا بشكل قليل؟ ايش نظره الناس عنه؟ الناس اللي طبقوا عليه؟ هل مثلا نظرتهم انه تمام ولا ايش؟ بمعنى اخر هل ليكون السؤال بشكل ادق، هل الناس اللي طبقوه استفادوا منه 100% ولا مثلا اللي هي الموضوع اللي اتكلم عليه محفوظ او مش عارف، قال انه في واحد منهم ايش ما استفادش منه بشكل ايش؟ بشكل كبير، او حتى ممكن مع فوزي او واحد منهم تقريبا ما استفادش منه بالكامل، وانما استخدموا بعضه وبعضه مش عارف واحد منهم كدراسه عمل دراسه مش عارف كان حق ماي حق فلسطين قطاع غزه قطاع غزه حق قطاع غزه قال انه ايش استفاد منه ايش؟ استفادش منه بالكامل، يعني في اشياء هذه الاشياء مثلا نتطرق لها مره من خلال المجموعه المعلومات هذه كامله تقدر تعطي صوره كامله لكل الفريم ورك كيف يشرحها بدل ما تقرا اقراهم شرائح. انت لو كنت تقرا 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 بالاخير كل ما قريته الثاني ايش؟ تقرا الاول تقرا الثاني وريحت الاول وهكذا بالاخير انت تقرا بس تقرا فقط، لكن عشان ما نقراش نستفيد ايش نعطي نطرح الاشياء اللي كلها جنبنا دائما اشوف الاجانب ايش عملوا عشان يخلي كل الاشياء جنبه حتى بالافلام ايش عملوا؟ لكن مع قضيه معينه كل ما معه موضوع معه صبوره كذا يثبت ويدبس ليش؟ عشان تبقى كل الافكار موجوده معه دائما لما تكون الاشياء كلها مسلطه جنبك تقدر تفهمها بشكل افضل وتقدر دائما تستخرج مني تصدق مني اشياء كذا، لكن لما تكون لو ما عملناهاش كلها كذا بمكان واحد لو ما عملناهاش هذا الشخص بمكان واحد يمكن نستفيد احنا من هذه التقنيه نستفيد من هذه الفكره يعني كيف انه واحد يجمع كل المعلومات وبالتالي كلها تصب في هدف واحد ان انا شيء سليم. بالعكس انت لما تجلس تقلب دائما مجرد انك تقلب راحت المعلومه الاولى وعادي لو قلبت القلبه الثانيه تروح يعني تروح زياده يعني كل ما ابتعدت عنها كل ما زادت ايش كل ما زدت بعدا عنها، لكن لما تبقى دائما بنظرك تبقى ايش تبقى واضح خاصه لما تكون المواضيع كلها تخدم جانب واحد. فانت ممكن شد مره واحد من القوه بينا عامل ورقه كبيره أصلًا ده لكن راح تبين كده ملصق كل المواد داخلي على فكرة كده حلوة. ليش؟ إيش تشوف كل المواد مكان واحد؟ أنت شو سبنا تشتت على فكرة مش تشتت خاصة لما تكون كلها بمجال واحد يعني واحد لما يشاهد كل لا يشاهد كل الفريمورك جنبه يقدر يقارن حتى يقدر يعمل حتى مقارنة سريعة ما في داعي للخوش اعتقد انه هذا خصه لا صح اللي بعده اللي هي الفريم نمبر 3 هذا اللي يتعلق بالالاينمنت اللي يتعلق بالانسجام يعني الاول كان عباره عن كونسبت هنا الانسجام هنا ايش الخصائص او الصفات اللي ممكن عن طريقها اعرف انه بالانسجام ولا ما في انسجام الان بذكر لك الجدول هذا واحد من الجداول هذا كان تقريبا الجدول هذا اللي هنا اللي هو متى يكون في انسجام متى يكون في انسجام ركزوا على الجدول هذا لانه هنا في نعطيكم حتى هذا ممكن تعمل منه نشاط.
كان المتطلع عملنا شغل، بس احنا معانا الوقت مش كافي، معانا نشاط ان احنا ننزل لمؤسسه اللي كان